خليجي. إذا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي جريدة أسفي جود أينما كنتم. اليوم كنتواجدوا بمنطقة البراج بالقرب من مدينة أسفي على بضع كيلومترات، فين كيتواجد السي عبد السلام دخانة الغني على التعريف. عبد السلام دخانة المثير للجدل من خلال مقاطع الفيديو اللي انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو كيقول البركة ديالو كتوقف الناس. اليوم جينا لعين المكان ولقينا كم هائل من الناس، يعني مع العلم انه هاد الناس اللي كاينين اليوم ما هما الا الثلث من الناس اللي كيتوافدوا على منطقه البراج من داخل وخارج ارض الوطن باش يشوفوا البركه ديال السي عبد السلام. السي عبد السلام بطل العالم في رياضه الخوارق اللي عنده العديد من الانجازات واللي كيعرفوها المغاربه قاطبه. اخر حدث تعرف به السي عبد السلام هي طوموبيل اللي سايقه راسها بوحدها، والعديد من الاشياء اللي عشنا مع السي عبد السلام دخانه واللي سجلوها قنوات وطنيه ودوليه. اليوم بعد الضجه ديال البركه اللي كتخلي الناس توقف، جينا الموسم سيدي عبد السلام، لانه ما يمكن ليا الا نسميه موسم سيدي عبد السلام دخانه، لانه اليوم كنشوفوا انشطه موازيه، انشطه تجاريه، السيكوريتي معاه خدامين، الناس اللي في الباركينغ خدامين، ازيد من 50 ولا 60 شخص اللي خدامه مع السي عبد السلام، والبراج اصبح واجهه سياحيه بامتياز. خليكم معنا في هذا الروبورتاج مع المثير للجدل عبد السلام دخانه باش نجمعوا معاه اكثر ونشوفوا هاد الناس ونشوفوا البركه ديالو فين وصلات. خليكم معنا مشاهدينا ما تزابيوش. اسكت اسكت اسكت. 40 عام خلي المرأة تمشي، 40 سنة. أمس 40 سنة. اللهم صل عليك يا رسول الله. لا زغرتو زغرتو العيال، شو الدغاري شو الدغاري. واحد شوية واحد شوية. 40 سنة 40 سنة. شد 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 واحد. شد شحال عمرك؟ 4 سنين. 4 سنين. كلمة نعمة مشاية هادي. ديالها الشيفة إن شاء الله. حيدو حيدو حيدو. سيدي سيدي. حيدو مشاية حيدو الشيفة. سيدي سيدي. صل عليك يا رسول الله. صل على النبي يا عيالي. صل على النبي. صل على النبي. شو تغاري شو تغاري. شو الفرحة شو الفرحة شو الفرحة. 4 سنين ما بقيتي وقفتي هاد الوقفة، ها شو الإحساس اللي درتي اليوم واقفة على هاد الوقفة؟ فرحانة بزاف. منين جيتي عند السي عبد السلام؟ من الدار البيضاء. من الدار البيضاء. عام هادي وأنا باغا نجي. شو الإحساس كنتي في هاد اللحظة واقفة على رجلي؟ فرحانة ما نقدرش نحيد هادي. بارك الله فيك. حيديها إن شاء الله. فرحانة بزاف. شو الإحساس اللي درتي كتشوفي الأخت ديالك واقفة على رجلها؟ فرحانة. يعني عشنا معاك العملية، كيفاش انت ما كنتيش كتمشي وجيتي عند السي عبد السلام، واش كتحسي بشي فرق فعلا؟ شوية، حيت دابا هادي بلا هادي ما نقدرش نتحرك. اها وقبيلة وقفتي. شوية هاك شوية هكا كل شيء. حسيتي في ديك اللحظة باش؟ شوية رجلي هكا بحال شي. حسيتي بقوة أنك واقفة قادرة توقفي على رجلي. بحال شي حاجة هكا. ذكرينا المدينة اللي جيتي منها. الدار البيضاء. من الدار البيضاء. كيفاش سمعتي بعبد السلام دخانة النهار؟ كنسمع بزاف ناس كيعاودوا لي هكا، خوتي وخواتي وكذا، كيجيبوا لي جيراني يعاودوا لي عليه، وداك الشيء يصيفطوا لي فيديوهات. هي هذيك باش مشى جابتني اختي. دابا شحال دار معاك باش ترجعي لعندك؟ من هنا 15 يوم. 15 يوم. تبارك الله عليك. اللهم لك مرحبا بكم في اسفي. اللهم لك الحمد. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي جريدة اسفي جود أينما كنتم، مرحبا بكم من خلال هذه المادة الخاصة مع السي عبد السلام دخانة. بعد أسبوع اسبوع من الانتظار وحنا كنحاولوا اننا غير نوصلوا السي عبد السلام دخانه، واخا كنوصلوا للمنزل ديالو ما كنقدروش نتواصلوا معاه نظرا للكم الهائل من المواطنين اللي كيتوافدوا عليه من جميع ربوع المملكه المغربيه وكذلك الناس من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. السي عبد السلام المثير للجدل هذه الايام من خلال مقاطع الفيديو ديالو اللي انتشرات ديال العديد من الناس اللي ما كانوش كيوقفوا على رجليهم ووقفوا على رجليهم، فقررنا اليوم انه نجيو نشوفوا. جينا اسبوع وحنا كنشوفوا كنلقاو داكشي غيال، يعني داكشي واقعي، داكشي الناس بالملموس. كنشوفوا ناس جايين من خارج المدن كنسولوهم ما كيوقفوش، كيجي السي عبد السلام كيوقفوا. كما عينتوا معنا اليوم، كما عينتوا معنا اليوم السي عبد السلام، مازال غادي نجمعوا معك. كما عينتوا معنا اليوم شفنا العديد من الحالات اللي كانوا ما كيوقفوش ووقفوا. السي عبد السلام اليوم يعني انت بطل العالم في رياضه الخوارق، اكيد حنا كابناء مدينه اسي كنعرفوا الانجازات ديالك، لانه حملتي اوزان ثقيله، دخلتي للفران مؤخرا السياره اللي بدون سائق، واليوم كنشوفوا العديد من الناس اللي ما كانوش كيتمشاو ولاو كيتمشاو. ما السر السي عبد السلام؟ المغاربه اليوم باغيين يعرفوا. بسم الله توكلت على الله فنتوكل على الله فنحسبه. اسمحوا لي انا
كي قال احنا المغاربه شي شويه ولا بحيت غير كثرت الهضره وكنكون عرقان نخرج البرد. المهم الحمد لله داكشي كلشي باذن الله والنعمه بالله. نطلبوا الله سبحانه وتعالى عز وجل الله يعفو الجميع. اللهم اتنا الدنيا حسنه وبالاخره حسنه وقنا عذاب النار. لا اله الا الله حبيبنا محمد رسول الله. فمن توكل على الله فهو حسبه. اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا الله حبيبنا محمد. انا ملك داوي هو الله والشافي هو الله والعاطي هو الله. احنا على السبب ماشي شحال واحد تقول لك هذه موهبه ولا كرامات. صافي المعجزات هو اخر معجزه هو الرسول عليه الصلاه والسلام. هذه كرامه عطاني الله نأديها للناس وربي كبير ان شاء الله. يعني كما كنقولوا البركه غير بركه. بركه ولكن بنادم كاين اللي كيكذب كل واحد ولكن من شتو نتوما اش كتقولوا عند راسكم. شوف سي عسلام حنا داكشي اللي شفناه كما غيشوفوا الناس شفنا داكشي غيال واكيد يعني حتى الريبيوتاسيون ديال سي عسلام ولا الداخل وخارج ارض الوطن لدرجه هاد الايام سي عسلام كنشوفوا انه دابا تمينا جايه للبراج راه تبارك الله هذا راه موسم سيدي عبد السلام ممكن خاصنا نسميه. يعني كنشوفوا حتى الناس شحال ديال الناس خدامين معاك شحال ديال الانشطه الاقتصاديه اللي تحركات معاك في المنطقه ديال البراج. فهذه راه كرام نعمه من عند الله. انا ماشي هكاك انا بالنسبه ليا اسي تنقولها وتنعاود بان اسي مدينه نحن تنقولوا اسي هي اقدم مدينه ومدينه احسن مدينه عندي مغربنا كله وعاش الملك والله ينصر سيدنا. هادشي اللي تنقولوا ربي كبير الحمد لله. انا كنبغي الخير الناس ما كتهمنيش الدنيا باغي الاخره. سي عسلام جاوبني على هذا السؤال اليوم شنو احساسك كنت من بين الناس اللي كنتي مدافعين على هذه المنطقه ديال البراج شفناك كدافع على المنطقه ديال البراج. اليوم البراج ولا واجهه سياحيه بفضلك يعني كنشوفوا الناس من المغاربه كاملين كيتوافدوا على الدار ديالك وكيجيو كيشوفوا البراج وكتعجبهم حتى البلاصه ديال البراج. كي كتحس انت كتشوف ان البراج رجع واجهه سياحيه للمغاربه داخل وخارج ارض الوطن بفضلك؟ غادي نعطيك الدليل قاطع 14 ما بين اليهودي والنصراني وكور ديك سميتو قالوا لي انا نوتوني انا عايله من الكروسه نشاهد 14 واحد اللي ولا سلم على ايدي. يعني 14 واحد دخل الاسلام على ايدي. على ايدي ولكن داك الشيء كلشي باذن الله. انا كنفرح واحد الفرحه كبيره عرفتي علاش؟ انني كنعطي لبلادي. تبارك الله عليك سي عبد السلام. نديروا شويه روح الدعابه ونضحكوا شويه ونضحكوا مع المغاربه. اليوم في ظل هذا الغلاء ديال الاسعار ما ديرش لينا شي حال تهبط لينا هذه المطيشه وتهبط لينا هذا الشيء هذا. دخلتي داكشي اسعار داكشي بيناتهم خليني نشوف اسعار ديال الناس اللي مرات. تحيه لك سي عبد السلام وشنو رسالتك اليوم للمغاربه اللي كيشوفوك وشكرا بعدا لانك حيدتي من وقتك واستضفتينا شكرا لك. اقسم بالله العلي العظيم لا تنحب المغاربه وتنحب اي واحد كما كنا على اللي عنده النيه مرحبا به على راسي وعيني. وانا راني انا 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 دابا المشكله هي تعبت وعييت والتعب ديالي وديك سميتو اعطيتهم المغاربه كلهم راحه ونطلبوا الله سبحانه وتعالى الحريه ديالتي ما بقاتش عندي الحريه الكامله اعطيتها للمغاربه هانئا لكم اعطيتها لكلكم مرحبا بكم وانتم مرحبا بي اخوتي المغاربه كلكم نبوسكم ونحبكم ونموت عليكم ماشي كنجاملكم. انا اقسم بالله العلي العظيم ما كنبغي الخير الناس ما كتهمنيش الدنيا باغي الاخره اقسم بالله العظيم. واخا بحر اللي كنتكلم هانئا لكم هانئا لكم المغاربه او من غير المغاربه وهانئا لكم مدينه اسفي مدينه اسفي مدينه العطاء ومدينه الابطال ومدينه العلوم فيها جميع سميتو مدينه الاطراف. كتفتخر ديما كونك ولد اسفي انت. انا مغربي المهم اسفي بلادي كنفتخر به. تبارك الله عليك. الحمد لله وكنشكركم انتوما نيت الطاقم ديال اسفي جود ومرحبا بكم على راس العين وانتم راديونا وحنا ديالكم. اكيد مشاهدينا الكرام انه سي عبد السلام مغربش علينا وحنا كطاقم البرنامج كنعرفوا سي عبد السلام منذ الصغر انه رجل الكرام واحد الانسان اللي كنفتخروا به كونه ابن المدينه دائما يقدم الشيء الكثير للمدينه والله يسهل عليك سي عبد السلام. واحد المساله اسمح لي سي عبد السلام قاطعتك
السي عبد السلام راه قال لكم ديروا النيه قبل من الركراكي، الا رجعتوا التسجيلات ديالنا مع السي عبد السلام راه قبل من الركراكي قال لكم ديروا النيه وجيو. اللي بغى يجي عند السي عبد السلام راه اهم حاجه هي النيه، لانه هو كيقول لك الشافي هو الله عز وجل. يعني غير باش نقطعوا مع دوك الناس اللي كيقولوا هادو افعال الشعواده وكذا وهذه وهذه، راه ما كاين حتى شي حاجه من هذاك الشيء. راه السيد راه بالبركه اللي عطاه لي الله سبحانه وتعالى، وبايات بينات من الذكر الحكيم تيكون الشفاء على يديه وكماله على الله سبحانه وتعالى. نعطيك واحد النقطه وسمح لي ما نديش من نقل صواب يمكن تتفرج فيه، ما غنعيرو ما والو سميتو، الله يهديه وصافي. واحد الراجل بو الحيه كيبر كيدير القناه يطلع على ظهري انايا كيقول الناس اش كاين اش كاين اش كاين، انا بغيتو يجي عندي يشوف بعينه، خلي على منك سميتو. اذا هو هو تحدي نقولوا ليه جيل عند السي عبد السلام لبغيتي تعرف البركه واش كاينه ولا ما كايناش، واسكت وطلب تسليم. هذا ما كان. تحيه لك سي عبد السلام، شكرا لك على حسن الاستضافه، الله يكبر بك والدعم معنا، نكونوا من الصحفيين الاكفاء ونغلبوا هاد الصحفيين اللي جالسين حدانا. عزيز عليا انت وطه والطاقم ديالو. تحيه للزميل طه الجامعي ايضا اللي حاضر معنا. وحميمك وكذلك. بارك الله. ورام ولادنا وبواتهم راه اصحابنا واللي دار الله يلقيهم. الله يحفظك، شكرا لكم مشاهدينا. ونبقاو مع بعض الصور قبل من نهايه هذا الروبورتاج. كنتو معايا يونس دواش، سي عبد السلام دخانه، من هنا من حاضره المحيط. ما ننساش الناس اللي غيبقاو يسولونا في التعاليق بزاف على الرقم ديال سي عبد السلام. سي عبد السلام الرقم ديالك اللي كتواصل به مع الناس. ولكن واخا هذاك الرقم ديالي انا يعني ماشي مابقاش خدام عامر. واخا نعطيو الناس الرقم اللي ممكن يتواصلوا فيه، الناس اللي خارج اسفي كيبغيو يجيو عندك ياخذوا مواعيد. لا الرقم ديالي 0661 52 97 94، ولكن حاجه وحده عاود يضرب الرقم والثاني المره الاولى الثانيه الثالثه اللي كيشد ليه ولا الرابعه كيكون الضغط، كيكون الضغط على الرقم ديال السي عبد السلام. وبلا ما يدير التليفون يجي عادي ديريكت ومرحبا به. اذا راكم شفتوا شحال ديال الناس، واليوم للاشاره راه العدد قليل، هذا الشيء اللي غنشوفوا من خلال الصور راه قليل، والناس راه لا اله الا الله راه كيباتوا، الناس كيجيو مع الفجر، يعني راه الحمد لله على نعمه. انا فرحان الاسفي بهذا الزوار وفرحان السي عبد السلام بهذه البركه. واحد الكلمه غادي نقولها بالنسبة هذه كلمة زعما كاين في الواقع هذيك سميتو، من ناحية السلطة أنا كنحترمها ونقدرها، وأنا ما نكذبش عليك أنا صريح معك. بالنسبة للأطباء كنحترمهم فوق راسي، أقسم بالله العلي العظيم حتى أي واحد اللي كيحترمني كنحترمه، واللي ما احترمنيش دبر راسه، واللي دار الله هي اللي كاينة. أنا ما كنتهمنيش أنا نحترم احترام دبر راسو. انا الحاجه وحده اللي ما بغى اللي بغى شي حاجه يجي عندي يشد فمه ويسكت. النياق هذا ما كان. مشاهدينا الكرام الى اللقاء، نضرب لكم موعد مع روبورتاج اخر مع شخصيه اخرى مثيره للجدل، لانه السي عبد السلام تبارك الله وصلى النبي لا حديث في المغرب اليوم من غير عبد السلام دخانه، وكثرتوا علينا السي عبد السلام عبد السلام عبد السلام. اليوم تمكنا من اننا ندخلوا عند السي عبد السلام، واخا كنقول لكم راه اسبوع وحنا كنحاولوا غير نوصلوا ليه، ماشي هو رافض، ولكن الحمد لله خصص لينا موعد. يعني في بال هذا الكم الهائل ديال الناس، السي عبد السلام كيبقى رجل الكرم وفتح لنا الباب ديالو وفتح قلوبه للمغاربه. فتحيه لكم مجددا والى اللقاء. ابن محمد اللهم عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، زيد زيد اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل على حبيبنا محمد، اللهم صل على حبيبنا محمد. أريدك نودي عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. مرة ثانية زيدي زيدي. إذا حنا من موسم سيدي عبد السلام دخانة، تأكدوا معايا أن هذه السمية غتولي شائعة، أنه غيولي موسم سيدي عبد السلام دخانة، نظرا لأنه هو اليوم كنشوفوا شي أنشطة تجارية موازية، كنشوفوا الشباب خدامين مع السي عبد السلام، ها اللي غارديان، ها اللي خدام في التنظيم، يعني راه ما ازيد من 40 واحد اللي خدامه مع السي عبد السلام هنا بالبراج، والبراج كواجهه سياحيه. معنا واحد السيده اللي جات من مدينه قنيطره، مرحبا بك. السلام عليكم.
كيفاش سيدي لاباس عليك؟ مرحبا، امتى جيتي من قنيطره؟ اجيت ولباش. على قبل السي عبد السلام؟ على قبل السي عبد السلام جيت عكوستي ندير ما كتنوضش هذه 4 سنوات. وملي سمعت انا الخبر في فيسبوك ديالو وجدت عكوستي هنايا ان شاء الله. اليوم مع جيتي بالضبط؟ جيت تقريبا نص مع 4 الصباح. من الفجر وانت هنا؟ مازال ما شفتيش؟ لا شفتو، ولكن دار معايا من ساعه باش تعاود، ولكن وقفات. وقفات وقفات، يعني البركه كاينه ان شاء الله. انت ما كتعرفيه ما والو؟ ما كنعرفو ما كنعرفنيش، شفتو في الفيسبوك والانسان كيهضروا عليه بزاف، وشاهد الناس اللي وقفوا وانا جيت عكوستي الحمد لله. وراه البركه، راه الناس كيقولوا كاينه، واللي سولناه تيقول لك كاينه، وانا راه من هذا المنبر راني قلت لي نقص لينا من الاسعار، يا ربي يا ربي نقص لينا من الاسعار، والمطيشه تهبط والبطاطا تهبط والناس يعيشوا بخير يا ربي. امين، بارك الله عليك.